تحياتي سادة ديكا في الحال، إن شاء الله تكونوا سمعوني بأتم الصحة والعافية. واليوم عندنا لكم بفيديو جديد بتقييمات شخصيات الأنمي الرئيسية، يعني كيف يا سفاح. عندنا شخصيتين إلى ثلاثة شخصيات من كل أنمي، طبعا أغلب الأنميات الموجودة عندنا هي أنميات يعني معروفة وغلبكم متابعها، يعني عندنا تقريبا 20 شخصية بالضبط. وطبعا ما راح أقيم لوحدي المرة هذه، لا 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 لا، المرة هذه جايب أساطير في الساحة. أوكي، يوه، واحد أسطورة واللي هو أودن حبيبي والله سفاح، وفي واحد ثاني يعني أنا صراحة مستحي كيف هو معانا بالفيديو صراحة، لأنه تواضع بشكل كبير جدا. أوكي، أوف أوف أوف، عندنا المغني الأسطوري الله ترافي. أبي مدح زي كذا خير. هذا أنا، هذا أنا، مين هذا أنت؟ ليش مين هذا؟ تبي غني مثلا عشان اقنعك اني كويس؟ لا لا، انت بس يكفي بانك انت انصفت لوفي، بس انا هذا اللي انا احتاجه منك يا اودن فقط. ايوه عطى الحكم، تحكي المنطق. انا تركت الغناء وخذيت المنطق بس، هذا اهم شيء، هذا اهم شيء، وضيعت الاثنين. لا 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 لا، حلو حلو، فزت علي الصدق. طبعا قنوات شباب تلقون تحت في الوصف، وبرضو في مقطع ثاني في قناة الأسطورة أودن، فنقيم فيها شخصيات ون بيس. فطبعا كل الروابط وكل حاجة بتلقوها تحت في الوصف، فأعطوه الشراكة. ترى ما باركتوا لي على 200,000. أي ما بارك، أي عيب علي يا شباب، ادعلوني ما بليز، بطلوا حركات. وبرضو لا تنسوا اللايك لكل حاجة، وخلونا نبدأ. ترى شوف، جايب قهوة وجايب شغل، أنا والله جاي أدرس حنكة. لا أنا جاي أسفل بس. أبغاك تسفل في المركز الرابع. الآن رحلة جدة. لسه لسه الآن لسه لسه ما وصلنا. هذا تحديدا من بينك حتى. عندي حليف قوي مرعب أسد. بنحط آخر واحد، بنخليه آخر واحد، بنخليه آخر واحد كين قيوة. إيه صح صح صح، عشان أحاول أسوي صلح. أيوة ليتك حط لو، يا ليتك حط لو. لا لا، بس أنا أحب لوفي، يعني هو الفكرة، هل أحبه أكثر ولا أكرهك أكثر؟ فهمت؟ اوكي، هنا حيبارك. عادي اكرهني انا ما عندي مشكله، بس احب لوفي. لا لو كرهتك فحقيمه تقييم سيء. انا بسوي نفسي متواضع الان. ترى شباب ما عليكم ما عليكم ما عليكم ما عليكم، الحين راح نبدا نقيم. بس قبل ما نقيم حبيت اقول لكم بان عند القهوه اللي في يد أودن هي القهوه التي اذا كبها على الجدار شو يصير؟ التي اذا سكبتها على الجدار. أيوة، تحدثت بالمنطق. نعم نعم، فخلينا نبدأ. هذه ودي أغطس فيها سفاح. أي وات، هذه مدحة ولا سب الحين؟ الخم دقيقة، هذه مدحة ولا سب؟ أي ألو يا هو يتوقعني بهاجمك. لا مزح مزح. نبدأ بأول شخصية يا جدعان، عندنا جينوس من وان بنش مان. والله اختيار موفق. لا دقيقة، شو حتحط أنت؟ ثواني لا ابغى اشوف سفاح ايش رايك. لا لا، انا بشوف رايك انت ايش رايك البدايه عندك؟ شوف خلينا نقول، انا اقول فكره، كل واحد يقيم تقييم اولي بعدين احنا نعلق عليه. انت ابدا يلا، هذا تقييمك الاولي. حلو، تقييم الاولي جينوس ممتاز. انا اتفق معك. انا ما اتفق. عادي ليش؟ لانه في البدايه اول ما ظهر كنت احس وفاهم هذه الشخصيه الاسطوريه، بعدين ما غير مفرش وطول الوقت سنسي، فعادي جدا. ما قد شفته ينتصر في قتال تقريبا يا اخي، معليش بس مو بروعة الشخصيه انه كل مره تفوز يا اخي، هو روعته في طريقه قتاله. بس الانمي ذاك مكبره قتالات، ما في شيء. الانمي ذاك كل الشخصيات تنفرش الا سايتاما، هو اللي دائما يفوز. ايوه بس هذا يعني سايتاما المدرب حقه مع ذلك يا رجال. ما ننسى تضحيته ضد ذاك حق البحر يوم تجالت هو وياه لين غدر في طلق على عجوز بطلق وثم نجح حماه سايتاما. ايوه هذا اللي كان ترفعه العادي، ولا هو اقل من كذا بالنسبه لي. اوه انت مشكله والله كبيره يا رجل. تذكر لقطه سونيك ضد سونيك يوم طقطق على سونيك؟ أيوة، يوم كان يمسك شعره. أيوة، جنون والله يا عيال، والله مجنون. لا يوم نزل النيزك وطلع قلبه وركبه في يده كثير، والله انا اشوفه ممتاز. شوف ايش رايك انت سفاح؟ خلاص سفاح شوف ممتاز برضه. انا اشوفه ممتاز صراحه، على وشك انه يكون عادي جيد، بس انا اشوفه ممتاز صراحه، فهمت؟ فخلاص يعني انا ثابت على انه ممتاز. حلو، رأي الأغلبية. حلو، طيب اللي بعده وجهه ساسكي. طيب من تبغى يقيم أول، أنا ولا ترافي عشان شكل عنده مو يعني كلام. لا 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 أوكي. من جد ساسكي. أيوة، أنمي ناروتو ناروتو شيبودن كان مرة بالنسبة لي من جد زبالة. أوف، في بوروتو أتحسن،
تحسن. لا في بوروتو من جد يعني ساسكي لحاله أسطوري والله، لو أعرفه بس في بوروتو فأقدر أقول عليه حاليا ممتاز الصراحة. يعني قصدك ان انمي بوروتو انقذه؟ بالضبط انقذ، لانه الانمي ذاك معطوب فساسكي هو اللي هناك باين مره اسطوري. تبي الصدق اتفق معك، انا مره معجب في شخصيه ساسكي في انمي بوروتو يا اخي، صار ناضج صار ذكي وصار يعرف يستخدم قدره الاوتشيها، صاير فخم يخرب بيته في القتالات صح، غير شخصيته اللي تغيرت اقسم بالله صدق مرة. ساسكي في بوروتو شيء خيالي. يعني هل هو افضل من جينوس ولا لا؟ هذا هو السؤال. انا افضل من جينوس، المشكله ماضي مره زباله. لا انا بالنسبه لي نارتو شيبودن حتى يوم قابل اخوه عرف حقيقه اللي صار. لا بالعكس صار اسوء لما صار بيدمر كونها. لا لا بالعكس، اخوه قاعد يسوي ذي الاشياء عشان ينقذ كونها. بالعكس 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 يا ترافي، هذا اللي ولع الانمي، اجتماع كاغا الخمسة، مشاكل جلد مع الرايكاجي من هنا، مع ميزوكاجي من هنا، بالعكس كان خطيره صراحه. اوكي هي ولعت الاحداث بس ساسكي نفس كانت شخصيته تقهر. جلد دانزو هذا شيء كان يقهر. دانزو شخصيه رهيبه. اوه ماي جود. اوكي امزح امزح. ترى اتفق معك، ترى دانزو مره اكرهه. اوكي كريه كريه كريه، ما في اي نقاش. كريه دانزو دانزو مو احطه في زباله، حطه تحت الزباله. ايوه انا اول ما جلد دانزو قلت ساسكي وافضل من جينوس بالنسبه لي، افضل من جينوس. انا اتفق افضل من جينوس، ساسكي افضل من جينوس. جميل جميل اوكي اوكي ساسكي جي. أوكي. اصلا اذا سمعت نبره صوته شيدوي يا عمري. اللي بعده ايرين ييغا. عندي تفضل ابو عادل. روح اسطوري. طب اعطينا كمان شويه كلام كذا. اوف 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 وشو شو اعطيك كلام اللي قاعد يسويه ايرين ييغا هو اصح الصحيح يا اخي. ناس هاجموا عليه في البدايه، دقيقه الان دقيقه خلينا نوضح. ايرين قام ولد في الحياه كوجود حلف انهم بيعيشون داخل الاسوار بعيده عن العمالقه، والشعب اللي برا يعيش بسلام. قرروا فجاه الشعب اللي برا يبغون قوه، فنبغى ندمر السور، فنبغى ناخذ القوه. ليش؟ طيب والتحالف اللي بيننا باعوه فجاه. فيوم جاء ايرين بيرد عليهم قالوا الناس والله ايرين شرير. ليش ايرين شرير؟ حق ايرين انه يرد يا اخوي، معروف يا اتغدى يا اتغدى عليك يا اتعشون عليك. صحيح انت تتعشى عليهم قبلهم. لا تتغدى عليهم تتغدى عليهم. ما ادري سيد ما عليك ما عليك عند بودين قبل اسطورتي ما بيس بالله بالله بيس لا لا والله بيسين والله حبيبي والله اقسم بالله اسطورتي تفهم ايرين اسطوري. حلو 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 جميل، اخيرا تم انصاف ايرين. حلو اللي بعده فشل الجرم قصدي البرنس خليكم قصدي البرنس قصدي البرنس ابغى اشوف سفاح يتكلم. ابدا ابدا هو ما هو طباخ ولا فشل الجرم ابدا، ولكن انا قصدي على البرنس سانجي. اوكي ايوه انت شو بتقيمونه ولا تنتظرون قيمه؟ انا اشوف تقييمك انت مين بالله. دقيقه ابغى سفاح يقيم. اسمع انسى نايف من حياتك. ايوه انسى نايف من حياتك. ايوه تكلم بالمنطق، تخيل انك قاعد تشرب هذه القهوه. حلو 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 القهوه الان قدام عيني وقاعد اشرب. ارقي شويه لا تنزل مره. سانجي صراحه قبل كان بالنسبه لي شخصيه ممتازه، هو يعني شو؟ كان شخصيه خطيره جدا بالنسبه لي اول، ولكن ابودن وده كذا يهجم عليك. انتبه الماوس في مشكلة يا دقيقة. الماوس الماوس لا لا عطل او حاجة. الماوس خربان دقيقة. حمزة 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 والله انا شخصيا احطه عادي اساس جيد، هذا اللي انا اشوفه خلاص. اخي معليش والله هنا وصلنا لهذا المقطع يا شباب. دقيقة 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 سفاح. لا لا دقيقة سفاح بيتغير بيتغير التقييم. دقيقة بيتغير التقييم. شلها 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 تحطه عادي. رجعه تحت رجعه حطه حطه هنا. اسمع حبيبي بأي مقياس خليته عادي؟ لق يعني خلينا نمشي في اركات ون بيس كامله كلها. أوكي. وضع بصمتها فيها بصمه ايجابيه. حلو اي مقياس طيب. حطيتها طيب ما انا اقول لك عشان ضرب لوفي. لما جلد لوفي جلد وخلاه المسكين يجوع. ليش 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 ضرب لوفي؟ انا جاوب ليش؟ عشان ما يبغى يهجم وعشان ما يبغى يتوهج. إيه؟ وعشان اشياء كثيره لان عارف اللوفي عبيط. صح. لوفي عنده استعداد يدخل حرب ضد 3 يونيكو عادي. صح. ويدري هذا الشيء غلط. صحيح. وش ذنب لوفي انه يدخل حرب ضد يونيكو ثاني؟ صحيح. عشان عائلة سانجي. صحيح. فسانجي اللي كان يتألم وقالها لوفي اللي كان يتألم. أيوة. في ذيك اللحظة مش لوفي اللي كان يتألم، سانجي. صحيح. سانجي هو المغبون. صحيح. اللي قاعد يعيش فيه. أنا أتفق. فسانجي ضحى بنفسه وضحى بكل شيء. صحيح. عشان لوفي وعشان طاقم لوفي. أنا تيجي تحط زبالة يا زبالة. لا أنا أتفق. لا أنا أرجع فين بحطها.
بحط هنا شخص انت. لا لا امزح امزح قفل المقطع يا شيخ. اسطوري اسطوري انا اشوفه أصبوري. عادي جاي صراحه انا ما ادري عنكم. انا اشوف انه اسطوري يعني ما اشوف انا حطه اسطوري ترافي اسطوري اسطوري حط اسطوري حط اسطوري يا شيخ حط اسطوري حط اسطوري جنس ممتاز. لا 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 شباب عيب عليكم والله. هاي حطه بعد ايرن بعد حطه بعد ايرن الاول هو حطه بعد لا 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 سانجي حطه بعد ايرن. لا لا عيب 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 الاغلبيه راي الاغلبيه لقطه يوم قال مستر برنس عن تاريخ الجمل انا ما يهمني لقطه مستر برنس بدل ون بيس يظهر اللي داخلك يا ولد خليكم واقعيين. سانجي اسطوري سانجي عمك يا ورع خزي مش هاي تذكرت في أركان سلوبي يوم يصفق في الذيب يوم قال له الذيب الحقيقي وصل يا الفريسة ويعطي أمه كده بالسكارة حقتها ويستخدم الديابلو جنبه بعدها حتى أسطوري يا شيخ حتى أسطوري ذا بعد الأسطوري يا شباب يا شباب خلونا واقعين خلونا واقعين. سانجي خطير وكل شيء بس إنه يوصل أسطوري هذه قوية جدا ترى. نعم يوصل أسطوري. أوكي حط أسطوري. طيب حط أسطوري حط بعد إيرن. لا ترافي الأول انا موافق. انت زعلتني يوم سبت حط الاول بس الاول في الحلقه الان سانجي. الله يهديك خليتني انتقد نجوم العمالقه خليتني اعلن الاعتذار. طيب 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 سانجي اسطوري افضل من ايرن. دوري دوري في التقييم. طيب ارمن روح. لا لا دوري انا. تكفى يا بينزل اليوم ينزل. لا اسم لا انت اللي جاوب بس تكفى. اجابتك مستعد دخل اكتب عنك شعر بس قل لي إجابة زينة. تكفى ولا تكره. ثق في قلبك أنت قلبك قلب يعني ثق في. والله ما أدري كم ما عجبك لأني أكره الشخصية ذي. برافو عليك ثق في نفسك. حط زبالة حط زبالة يا شيخ حط زبالة يرحم أمك حط زبالة والله. بس أوه ماي جود أرمل زبالة بدون تفكير يا شباب. أنا والله بدون تفكير والله والله أنا مرة ما أحب. أنا كنت بحط تعبان الصراحة بالزبالة. انا في وجهه نظري نحط الزباله وندخل في الشخصيه الثانيه على طول. لا 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 شباب انا موافق. دقيقه دقيقه لا لا انا كذا لازم الحين كانت تشتغل يا شباب ما نسيت وكيف عارف من انقذ الجميع. اوكي ما شاء الله عليك احنا 2 ضد 1 حط زباله وامشي. طيب اوكي نروح اللي بعده. ودك تقول شيء ودك تقول شيء تقنعنا ترى طيب. راح نقتنع ما راح يقتنع هو. انا عارف عشان كذا عشان كذا عشان كذا خلاص ما في فايده ما في فايده ابدا. طيب التقييم عندي الان. انا ابغى اقيم لوفي. لا التقييم عندي والله انه دوري بالتقييم. اسطوري صدقني. شفت كلمه ذي تايبر هي شفت كلمه تير حط عن تير شفت شعر تير هنا هنا حطه هنا هنا فوقهم كلهم والله سو مستوى الحاله كذا فوقهم فوق اسطوري. ايوه نحطه هنا يعني قبل سانجي قبل سانجي ما فيها. لا البرنس يعني سانجي انه هو برنس. فوق سانجي الاول يكون ابوي خلي تك حطه راح امك. انا بقيمه. انا ما تابعت الانمي فبحط رايي. ما تابعت دراجون بول. لا يعني تقييم بيننا. اي تقييم بيننا باختصار شديد كان رهيب كان يعني شخصيه حلوه. ايوه كان حرفين يب كان اسطوري بعدين مع الوقت صار مدرس فيزياء ما ادري ايش صار حلو صار دافور انخفت نجمه. اوكي يب ايش رايك ابو ودن؟ والله اتفق معك كان ممتاز وصار عادي حلو جميل جميل ما فيش مشاكل. يلا ميكاسا عندك يا سفا. ميكاسا هنا والله هنا غير كذا انا ما اقتنع. ميكاسا هنا انا ما اريد اقتنع. لا يكون عناد في كل دقيقتين. ارن تنقلع هي ارن ما اريد. لا ارن يكون موجود بس انت تتفق. انا والله هنا والله انا والله ما فرقت معي. انا حاط عيني في اللي بعدها. شباب انسى اللي بعده انسى اللي بعده. حاليا احنا في ميكاسا. حاليا معليه معليه ميكاسا مره ما هي زباله والله انها ما قصرت. نا 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 ممتازه ميكاسا. تدخلاتها حلوه غير كذا كشخصيه يا شباب. نقيم والله شخصيه. شف شف سفاح سفاح اكتشفت شيء عليك انت. ايوه اكتشفت شيء سفاح. انت تقيم على اخر شيء ظهر. لا تنسى الماضي. بالضبط الماضي ما ينجحد. يعني ميكاسا صدق ترى كان ماضيها اسطوري في بدايات العمل. اوكي في الاول الاخيره ترى بسبب تعلقها في ايرن. في النهايه ترى ايرن اخوها. ايوه بس ما يعجبني ما يعجبني وكل ما اشوفه اتنرفز. وين التصعيد من الاخر؟ والله تصعيد صراحه. تصعيد انا اشوفها جيد. خلاص جيد تستاهل. لا لا يا شباب يا شباب بليز رايي الاغلبيه عيب عليكم. ايش فينا يا اخي؟ كيف ميكاسا وارمن نفس الليفل؟ ايش فيه ايش فيه؟ ها ولا تزعل. لا كذا اوكي ها ولا شوف الوقح. لا ولا تزعل كذا عادي غصبا عنك كذا ها ولا تزعل. ارمن لا حد يقرب منه.
أربع المركز الأول. على الأقل هنا، على الأقل هنا شباب، أرجوكم أرجوكم. والله والله يا محمد إيرين، والله صدق يا أخي لقطاتها، يا أخي لقطاتها ضد آني يوم قطعت رجلينها وكذا ودفتها برجلها. يا عيال الشخصية، نقيم شخصية، نقيم شخصية بليز بليز. طيب إيه الشخصية، الشخصية كاركتر. أربع مواسم، أربع مواسم يا أخي، ثلاث مواسم منها كانت أسطورية، اندققت على آخر موسم مش تستقعد. مش آخر موسم، من البداية أنا ما تعجبني ترى، من البداية. لا لا أنت أوفر، حط حط عادي. أي من البداية هي أسطورية مع إيرين. وين اتفقتوا؟ طيب أنا أقول، أنا أقول عادي وجيد. تبغى هاي تبغى تستخدم دوامة الحظ استخدمها عادي، أنا راضي. لا أنا موافق عادي وجيد، موافق جدا. طيب ميكاسا هنا ما فيش مشاكل. دوري 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 بين لوفي وسانجي، بين لوفي وسانجي، بين لوفي وسانجي حطها أيوة هنا بس مش هنا. لا لا يخسي، ها رجعوا رجعوا ها رجعوا 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 رجعوا. متأكد متأكد ما يصل هنا. دقيقة دقيقة أنا مديني أقرر صفاح. قرر قرر يا ترافي، قرر ترافي، قرر ترافي بعد قلبي أنت. ترافي يا عمري أنت بتقول حاجة حلوة يا صفاح. مين يا ترافي؟ أنت أفضل رابر في ساحة الأنمي. لا لا دقيقة دقيقة دقيقة، في ساحة الأنمي، في ساحة الأنمي بس، ساحة الأنمي قليل أدب أنت. تتكلم عن ترافي يا ترافي. الراب الراب لا تمدحوني فيه، غير مهتم غير مهتم. المهم انا اشوف انه لوفي الاول. برافو عليك. هي اسمع، خلفيه خلفيه بي سيك تشيلها سفاح. مين ومطرود خلفيه انت؟ انت خلفيه البي سي مالي. اي تغيرها وتم طردك. لوفي لوفي ترى لوفي، وبعدين تروح تحط المركز الثاني. مين يا خاين؟ انا ما قلت شيء، انا قلت هذا هو، هذا هو الاول، لوفي الاول يعني. ايوه انا اتفق بهذا الكلام، متفقين كلنا اكيد 100%. كنت بزعل لو كان كذا صراحه، هنا هنا صدق كنت بزعل. لا لا زورو الثاني. أيوة مش أيوة تقريبا في سانجي. بس لوفي الاول زورو، الصوره هذه حقت زورو الحاله بصراحه كامله صراحه. ايوه يا اخي تدري شو ودي؟ ودي انزل ايرن عشان يصير التوب بس ون بيس. نطبل الارض اعترض على ايرن. رجع ممتاز. لا 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 هذه قويه، هذه قويه. طيب لا في في شخصيات لا ما بتدخل اسطوري. ساكورا ناروتو ساكورا عندك يا انا أفرح. انا ساكورا اشوفها اسطوري والله. ايه بدون حلف تمزح، بدون حلف تكفى، بدون حلف. سفاح ايش رايك؟ لا 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 جلطني ثاني وهله. لا 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 مستحيل، قاعد تستهبل قاعد تستهبل مستحيل. مين ساكورا؟ شوف شوف والله يا شباب، والله يا شباب تهتم في زوجها نفس النظام، فبرضه تحسنت بس ما وصلت للمستوى. والله يا شباب انتم ما دام حطيتوا مكاسه هنا عادي يعني انا كذا انا بحطها كذا صراحه. لا 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 دي انا لا لا دقيقه لا والله سكر احطها، انا تعبان انا احطها تعبان، انا احطها تعبان برضه، احطها تعبان يا يا لا دقيقه يا اخي ارمن ما حد يقف معها الا يسب. انا عملت ايه كذا؟ طيب كذا طيب كذا كذا طيب. لا 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 رجع ارمن، رجع انا بوافق على السؤال بس رجع ارمن الاول. رجع ارمن الاول. ترافي ايش قلت؟ ترافي تكفى ارمن الاول طبعا، ارمن الاول. لا ارمن الاول اوكي اوكي. اهم شيء هي هنا صراحه، انا راضي انا كذا راضي. دوري تنجرو. تنجرو روح روح ممتاز. شيك لا تنظرني كذا، انا عادي والله انه ممتاز، والله انه ممتاز جيد يعني. اقسم بالله في الموسم الاخير يوم وقف ضد ذاك وكان يقاتل حاله رغم ان الاصابع مكسره انه أيوه. لقطه اسطوريه أيوه. يوم دخل ام الخنجر فمه وكمل قتال، والله انه اسطوري حتى ممتاز جيد. طيب جيد يعني ما سبينا. طيب ما في شيء. طب انا عندي فكره. آه. انت تقول جيد وانت تقول ممتاز. إيه؟ انا اقول اسطوري عشان نستعمل عجله الحظ. اوكي عجله اللي يجي يلا يلا واضح انه بنستخدم عشان سويناها. اه نعم ايوه بالضبط، مع اني ما اشوف اسطوري. انا اقول لك بتيجيك على كلام ترافي. او ماي جاد يا الله ابو ادس يا شيخ. وقف ظبطك وقف دوس شو حط ممتاز، حط ممتاز خلاص تم. طب وين 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 يا اودن؟ وين يا اودن؟ هنا ولا هنا ولا وين؟ حطه الثاني. طيب ايوه حلو حلو جميل. سيتما كلنا متفقين، سيتما كلنا متفقين والله. انا بالضبط انا اشوف اسطوري بالضبط. ايوه ما يحتاج ما يحتاج النقاش ابدا ابدا، النقاش ما يحتاج ابدا. جمب ايرن جمب ايرن جمب ايرن جمب ايرن هذا ايه. لا 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 جمب جمب ايرن لا 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 قصدي جمب ارمن. ايه هذا هذا ما عندي مشكله جمب ارمن كذا، قتالات حلوه بس تقهر نفس الوقت.
بس مزعج صوته عالي جدا مزعج عالي تقص على الصوت هو يطلع يرفع الصوت شباب هو مزعج هو مزعج هو مزعج الصراحه بس انا بحطه تعبان صراحه مو بحط زباله لهالدرجه والله الصدق والله انا اشوف انه تعبان كويس لانه اذا لامس يصير ممتاز ايوه تعبان سلك شوي طيب اللي بعده جون اسطوري لا دقيقه لا 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 والله جون ممتاز جون ممتاز ما اعتقد اسطوري دقيقه شخصيته عاديه انا اشوفه عادي لا جون قتالاته حلوه ممتاز ممتاز انا اشوفه ممتاز ايش رايك لما طور البالغ لا يا شباب يا اخي جون يا شباب لا دقيقه بليز وقفوا وقفوا سيطروا على الوضع احنا قاعدين نقيم شخصيه ما قاعدين نقيم قوه شخصيه يعني ايه شكله لا 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 شخصيه يا اخي انا بقول لك شخصيه انا بقول لك ليش جون صدق جون صدق اول ما بدا كان طفل كذا وده يلعب ويبغى الناس اصدقائه بس ترى مع الوقت والله تغير يعني حتى ترى معليش في ارك النمل كان يقول لبيتو لو ما جيتي معي ابقتل هذه الطفله العمياء طيب. يعني وصل درجه ان الرجال بدا يتحول شرير يعني طيب. مستعد انه يقتل طفله عشان مصلحته فهنا جون بين لك شلون تغير صار شخصيه اسطوريه حرام طيب. عليك يا اخي والله جون صار اسطوري بس ممتاز انا اشوفه ممتاز انا اشوفه ممتاز كيلو والله افضل منه بالنسبه لي والله كيلو صح. جاي لكيلو جاي لكيلو يستاهلها عادي طيب اوكي عادي بس المركز الاول كذا ممكن أوكي. عادي اوكي اوكي كيلو اتوقع كلنا نتفق ممتاز انا اشوف كلنا نتفق ممتاز كيلو ممتاز بس فوق جينوس يب فوق جينوس فوق تنجرو انا اشوف فوق تنجرو اكثر والله انا اشوف حب تنجرو اكثر يلا ترافي انا اشوف فوق تنجرو صراحه يلا فوق ساخ عشان نستعمل العشاء ليش الحين بتيجي على اودن الحين بتيجي على اودن شوف 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 سعيد كفو ما اعرف ليش مبسوط انا بس كفو انت ليش مبسوط ليش مبسوط يا ترافي لا ما فرق خلاص اهم شيء انه عادي فين يعني والله بقيم جوكو تكفون قيم جوكو عندي جوكو بعيد عن مهند زين بكل امانه بكل صدق صحيح احطه بين زورو وسانجي اسطوري بين زورو وسانجي انا احطه ممتاز انا والله اشوف اسطوري حرام عليك معليش جوكو السوبر سايان اللقطه الاولى ضد فريزا السوبر سايان 3 انسى مهند انسى مهند مش موجود في حياتنا انا لو مهند حطيتها فوق ارمن حتى لو في مهند اوكي اوكي بدون مهند أوكي. بدون مهند اشوفه بين زورو وسانجي خلاص دقيقه شخصيه جوكو كشخصيه لانه احنا لانه قاعد يقول سفاح قاعد يقول مو قتالات لا انا اقول لك لا انا اقول لك لقطات أيوه. خلتني اعشق ذا الشخصيه انا اتكلم عن الحب لقطة. يا اخي لقطة تحول ضد فريزا لقطة هذيك اللي خمسة حلقات لا 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 دقيقة يا اخي لقطة يوم قال بيكلو اطلق علي ومسك ذاك ومات لقطته يوم تحول السوبر ساين 3 لقطة تحول السوبر هذيك كمان ست حلقات اللي هو الغريزة الفائقة والله يستاهل يا عيال حرام عليكم والله انا دافع جوكو يعني ايش صاير في الدنيا يا شباب يا شباب بس لو قاعد افكر شخصيته مره عاديه يا ايوه ما انا هذا انا قاعد اتكلم عنه انا ما قاعد اتكلم عن تحولاته شخصيته ما فيها ايوه تصرفاته ما فيها عم ما فيها شيء عجله الحظ انا قاعد اتكلم عن تصرفاته يعني لوفي تصرفاته مره عاديه قتالاته ما فيها نقاش اوكي اسطوري دقيقه شخصيته لوفي عادية. يستحق في مركزه ليش لانه الرجال قوله فعل شاف دوفلاميغو قاعد يستهبل قال انا هذا بسوي له بوتو باس وافعاله كانت يا حيوان دقيقه حتى جوكو من ناحيه القتالات ما في طيب ما عنده لعب لا انا قصدي حتى وقت لما يتصرف يعني حتى في اركايدو حلو يعني الرجال ولع فتصرفاته خطيره فانا قاعد اتكلم جوكو تصرفاته طفوليه احس هذه برضه تعتبر من الشخصيه فانت شو تشوفون لا جوكو والله شوف سفاح بعد مدحك اللوفي انا استسلم حطه في اي مركز خلاص طيب انا عندي حل دوائر انا يلا بينكم انتوا اثنين انتوا ترافي لو لا حنسوي عادة حلاوه هي لا جت علي الحمد لله يا شيخ لا انا ما اعرف هو انا ما اعرف الحين انا بسوي مره ثانيه عد يلا انتوا الاثنين لا تستهبلي يا عجلة يا دوارة يا عجلة قاعد تستنفذ حظي ما اريد اي بس انا خلاص حلو اسطوري بين زورو وسانجي اوكي حلو اسطوري بين زورو وسانجي جميل جدا كرة دقيقة خلا استوعب مهند رجع للحياة ايوه خلاص قبل شوي كنت ناسي طيب. عن مهند من حياتي طيب زبالة طيب ممكن اقيم عليك يا اخي وش ده ممكن اقيم زبالة ممكن اقيم تفضل هنا انا منطقي صراحة رايك تعرف هذا صراحة ايوه
يا بود صح تتعجبني صادقين انتم نروح نروح اللي بعده صح اللي بعده تقلبوني صح حاطه بشعر اصفر تعبان وحاط ذا زباله يا اخي تقل لا انت تفكر في حاطه بين ساكورا وارمن وين مشكلة طيب ساكورا افضل منه كمان عادي ترى يعني كذا يعني ممكن شوي افضل منه هو اللي في اليسار اسوأ ولا افضل لا لا يعني لا لا ترى يعني اللي هنا يعني ازبل شيء هو ارمن ثم ساكورا ثم يعني لا لا دقيقه المفروض يكون لا جل في النص المفروض يكون كذا المفروض يكون كذا لو هو اسوأ شيء لا ارمن مره زباله ارمن مره ليفل اسوأ شيء يكون يمين اسوأ شيء يكون يمين فهو هنا طيب الحين انتم اثنين ضد واحد يعني ما اقدر اقول شيء صح مين يعني لا عبر لا لا عبر 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 اقنعني انا ممكن اقتنع الحين قل لي ليش وين تشوف انت هذا يا اخي تستهبل انت هذا والله ممتاز او اسطوري هاي ايش رايك والله العظيم يا عيال يا اخي تتكلم عن القوه تتكلم عن التحليل ما تتكلم عن الذكاء تتكلم هو كله 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 ككاركتر طيب اذا الذكاء ارمن ذكي اذا الذكاء ارمن ذكي يا اخي ارمن زباله خواف رخمه هذا زي راسي 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 في راسك بسم الله لا 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 انت اسكت اسكت لا 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 تعطينا رايك طيب طيب اللي بعده اللي بعده اللي بعده هذا تعبان يا عيال والله العظيم اني احبه تكفوني يا والله انه زاحف والله انه زاحف هو زاحف هذا ما في الا انه زاحف حطه جيد تكفى مشي تعبان العادي ايوه فعلا واحد منهم طيب حطه جيد تكفى انتوا شو تشوفونه انا اشوفه جيد والله موتني من الضحك حلمه يوم كان محلم انه قاعد يتقاتل ضد القطار بغيت اموت من الضحك والله شخصيه اموت فيها صراحه شلون يعني طبرانه انت تشوف يا ترافي انت تشوفه تعبان سفاح مين انا اشوفه جيد صراحه هو لا خلاص خلاص جيد اثنين اوكي فزنا يستاهل يعني لا لا بس انا اقول لك من تعبان لجيد بينهم يبي يحطه بعد ميكاسا يبي يخلي ميكاسا اخر شيء لا 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 ميكاسا افضل منه لا 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 يا عيال ميكاسا احسن منه ايه 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 ميكاسا احسن منه طيب اوكي الشخصيه اللي قبل الاخيره ناروتو اخي اسطوري يا اخي ناروتو أنا إلا المحاضرات أيوة أسطوري طبعا والله أنا أقول أسطوري ناروتو أنا أشوفه بين جوكو وسانجي أيوة لا لا أنا أشوف بين جوكو وزورو عشان مهند خلى بين جوكو وزورو لا والله لا 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 ما عليك من مهند أنا ناسي حاليا لا من جد شخصية ناروتو أفضل بكثير من والله صح والله أتفق معك حطه حطه هنا حطه هنا ولا تزال سفاح إيش رأيك انا هنا الصراحه ترى نصاب هذا نصاب شلون يعني اقل من ساسكا حتى اتحداك مين والله اقل من ساسكا انا بالنسبه لي انا احب ساسكا اكثر والله انا احب شخصيه ساسكا اكثر من ناروتو يا اخي انت كيف ناروتوي ناروتوي انا اخبرك انت حز انت لا انا اخبرك انت قائد حزب ناروتو ايوه أوه. قائد حزب بس هذا مش يعني بان ناروتو افضل شخصيه هذا بطل اعمالك طب حتى ولو وين المشكله مش ضروري اني احبه ترى هذا بطل انمي هذا بطل عمل طيب اسطوري برضه لعب لوفي بس ها تشو 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 كذا تشوف يا أذن أقسم بالله لا أخليك كذا تشوف يا أذن طيب أوكي لوفي الأول في كل شيء لوفي طيب. أفضل شرير وأفضل سياف وأفضل طيب. بطل وأفضل كل شيء لوفي مين أفضل زورو ولا ناروتو طيب لا زورو أفضل زورو أفضل يعني بطل عملي ما بيوصل مركز الثاني حتى انت حاطين احنا اسطوري انت حاطه ممتاز انت حاطه ممتاز مين لا انا اسالكم يعني شوف الكري قاعد اسالكم يا عالف جيت اسطوري طب والله جيت اسطوري وين اسطوري وين وين بين جوكو وسانجي اي بالضبط يا شباب هذا شخصيته بالبناء احسن من جوكو سؤال 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 هذا ما في يا اخي تدري ايش مشكله فيجيتا ايش تقول ما في امل بان هذا ينزل تحت لا ما في امل رجع في امل ارمن يرجع قصدي ذا شو اسمه كروبيكا كروبيكا تكفرق شوي لا 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 يا شيخ خليه الزبده اسمع اسمع يا اخي تدش مشكلتي مع فيجيتا يا ترافي يا اخي فيجيتا كان تاريخي بس يا اخي احس في النهايه والله ترى الكاتب سحب عليه يعني كل شيء جوكو غريزه جوكو سوى جوكو فيجيتا وينه الله اعلم فيجيتا يجيبه يطبخ يجيبه يرقص والله حرام هذه غابرتنا ايش اسمه ذا الاهبل يا اخي ايام زد كان تاريخي في جيتا حتى يوم رحنا كوكب ذوليك الصراصير ما اسمهم ذولي بدون حرق حاول قدر المستطاع بدون حرق الزبده ان جوكو كان قصدي أيوه. في جيتا كان تاريخي فيعني يستحق يكون هنا يابا شوفه هنا مع انه ممكن ساجي يكون احسن منه والله ممكن حط سانجي فوقه حط سانجي فوقه لا 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 شباب شوف كذا لا 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 سانجي والله كذا ممتاز ايش اسمك بودن خلي سانجي شراك بعد زور ما عندي مشكلة لعنة في أحدهم يلا يلا لا شل شل شباب إلى هنا وبس إلى هنا سانجي بين زور وناروتو
الى هنا اتفق. وبس لا انا تدري ليش ازيد الاتفاق؟ التوب 3 كله بيكون من ون بيس. انا اسعد رجل في العالم. ترافي 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 ارجوك ارجوك لا تقبل بخي ترافي بليز. لا خلاص 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 بليز. انا اشوف بليز. سانجي بعد سايتاما بس لسه اسطوري كذا يعني. لا بعد يعني اخر شيء كذا كذا ممكن. اوكي كذا ممتاز كذا. انا جدا راضي انا جدا راضي انا جدا راضي انا انا رايي اشوف الثالث دوامة حظ. انا اشوف رايي الثالث. لا 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 خلاص احنا اثنين خلاص اتفقت. انا مع ترافي اتفقت مع ترافي. ترافي 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 سؤال بس سؤال ترافي ترافي سؤال بس بسيط بس ما تفكر انه يرجع هنا بشوي بس حننزل من هنا لين زباله فجاه ما اعرف كيف. لا 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 امزح 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 امزح. خلاص شباب كذا راضين خلاص كذا كل واحد راضي. انا ماني راضي انه في كثير اسطوري يا شباب. ارمن حط الاخير رجع ارمن اخر واحد. ايوه شكرا راضي كذا كذا اكون راضي. موافق يا ترافي؟ موافق حتى القهوه موافقه ردت علي. خلاص كذا كذا نثبت الترتيب. 20 شخصيه من الشخصيات الرئيسيه قيمناهم. ما تلاحظون بان الشخصيات الاسطوريه كثيره؟ هذا اللي انا مزعلني. ايوه اقل من كذا نبغاها اقل من كذا يا شباب. والله اللي مخليني فخور صراحة يا اخي رجع لا 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 جملتي. اللي عجبني ومن بيس كل شخصيات اسطورية. يا اودا كمان هو جايب افضل ثلاثة يعني البطل والنايبين والاثنين. هذي جيب لك جيب لك روجر نجيب لك شارس. لا لا وجابوا السوق مثلا حيكون زبالة. لا لا الحين وصلنا هذا الفيديو زبالة. الحين وصلنا هذا الفيديو زبا اسوأ شخصية في عالم الانمي. سوق سوق شوف اذا تبون تشوفون تقييم للشخصيات ون بيس صدق ايوه المقطع في قناتي. ياب 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 شباب الحين وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون فيديو عجبكم. اذكرون تحت في التعليقات يعني اذا تبون تشوفون تقييمات ثانيه. ومثل ما قلنا في تقييم في قناه ابودن عن شخصيات ون بيس فرابط الفيديو بتلاقوه تحت في الوصف فادخلوا هناك واكتبوا لنا برضو اراكم هل الترتيب هذا تم انصافه ام جبنا فيه العيد. حلو انا متيقن ان فيها العيد بتصير حرب في الكومنتات بتصير في حرب بتصير في حرب. لو في حرب حتكون على ارمن وكروبيكا 100% بقيه. لا بس انا بقود الحرب على كروبيكا وميكاسا بعد وميكاسا بعد. لا تنسوا لا تنسوا ميكاسا بعد. ميكاسا فرض اسطوري بيصير فيها حرب بعد بيصير فيها حرب. ولكن كيلو البنات حيقولوا ليه مو اسطوري. لا ما عليك عندنا فانز لوفي وزورو يعني كميه جيش. بالله عليكم حاطينكم الاثنين. ايه بالله عليكم فان زورو وهذا يعني. لا لا وسانجي بعد سانجي ترى خطير بعد يا شباب. فان سانجي وقفوا معي وقفوا معي يا عموما يا شباب اتمنى انكم استمتعتم. وراكم بالفيديوهات القادمة والسلام عليكم. ولد تعال.